السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير كامل لاباس بون لا بروميير دي جوج اللي حنقولها لكم اليوم اخوتي سي بون اني 2021 ان شاء الله يكون عام مليء بالسعاده والفرح والنجاح والتفوق وتحقق وتحقيق الامنيات ان شاء الله كل واحد فيكم راه متمني حاجه تتحقق له هذا العام ويفرح وينجح وان شاء الله كيما نقولوا لو مال اللي خلاته هنا 2020 يعوضه لنا بالفرحه 2021 ان شاء الله يا ربي. الو خوتي معكم اميره في لاشين يوتيوب ليرن ويف اميره. بون راني لا فيديو تاع اليوم راح تكون بوغ لي L2 بيولوجي. جي ريسو بزاف لي كومونتير على واحد لو موديول اميره هاد لو موديول راه جاينا صعيب ما بعثوا لي دي ميساج سور انستغرام اي تو اه افون دوبليي خوتي لي كور لي ريزومي لي بي دي اف اي تو اي تو جميع حاجه نقدر نعاونكم بها راح نسيي نعاونكم بها في الانستغرام دونك ابونيفو في الانستغرام ليرن تيريد با ويز اميره اوترومون خوتي لي ما عندوش انستغرام ويكونيكتي غير بالفيسبوك شوفوا في لابوات اللي تحت تاع لا فيديو راح نخلي لكم لو نون تاع بروفيل فيسبوك تاعي ولو نون تاع الجروب فيسبوك اللي نبعث لكم فيه لي كوردوني تحبوا تكونوا في كاع لي ريزو انستغرام وفيسبوك فوزيت لي بيانفونو الو خوتي لا فيديو تاع اليوم راهي سبيسيال لواحد الموديول اللي بعثوا لي بزاف لي ميساج عليه وبعثوا لي بزاف لي كومونتير دايوغ في اليوتيوب فوالا الو قالوا لي اميره هاد الموديول صعيب وعار ايتو اي جي ديسيدي دو لو فاسيليتي دونك راح نسي نبسطه لكم ونسهله لكم باش كاع تطلعوا خاوتي لازم نحو العقليه تاع حاجه صعيبه دونك لازم نسيو نبسطوا الاحوال وان شاء الله ربي يسهل علينا الامور اسمحوا لي راهي اذن يخلص الاذان ونعاود نكمل لا فيديو الو خوتي قبل ما نبدا ثاني نحكي شويه على L2 دونك L2 قلت لكم بلي سي جذع مشترك دونك سي كيما نقولوا اون فرونسي ترون كومون لا ماجوريتي تاع لي سبيسياليتي راح يقراو نفس الشيء دونك انا كيما وعدتكم قبل راح ندير لي موديول اللي يقراوهم لا ماجوريتي دي سبيسياليتي باسكو يبعثوا لي بزاف لي ميساج اميره هاد لي فيديو انا نقرا سبيسياليتي الفلانيه اسكو نقراوه هاد الموديول اسكو نقراوه بون لا ماجوريتي دي موديول تقراوهم خاوتي كاين دي زيكسيبسيون نتوما ديروا الله حساب لومبلوا دو طون تاعكم والبروغرام تاعكم راح تلقاو بيان سور كاين دي كور ما كاش اي تو راح تعرفوا بلي ما عندكمش هذاك لو موديول الو خاوتي راح اليوم ندير باذن الله لا بروميير فيديو تاع لو موديول دو جينيتيك بون هاد لا فيديو راح تكون على لي نوسيون دو باز و كالك ديفينيسيون تبعوا معايا بسم الله دابا خاوتي وشنو هي هاد لا جينيتيك لا جينيتيك سي تو سامبلومون علم الوراثه دونك راح تقراو على لي كروموزوم راح تقراو على الاليلات راح تقراو على الصفات صفه سائده صفه متنحيه ايتو دونك تو سكي عنده علاقه بالوراثه بيان سور alors la définition الاولى اللي راح نشوفوها ان جين سي كوا ان جين سي تو بورسيون دادين ريسبونسابل دان كاركتير سبيسيفيك سا فو دير كوا هادشي ان جين تو سامبلومون خاوتي هو مقطع من الادين الادين سي جاي في النواه وحامل المعلومه الوراثيه دونك هاد لا بورسيون يعني هاد المقطع من الادين يكون ريسبونسابل يعني مسؤول دان كاركتير سبيسيفيك مسؤول على صفه معينه يحملها الفرد الو خاوتي نروحو نشوفو الخصائص والمميزات تاع لو جين هذا Donc la première des choses Adna, il est capable de se reproduire par réplication. واش معناها reproduire reproduire يعاود ينتج من دراو جديد يعني كوم سي إعادة الإنتاج أو إعادة التشكل. Vous allez me dire c'est quoi la réplication. Alors tout simplement خاوتي كاين لا هذه حنشرحها لكم شويه بالزربيه كاين transcription و كاين réplication. Transcription هي الاستنساخ تاع الADN للحصول على بروتين في النهاية استنساخه بواسطة لايغان بوليميراز إتو لا ريبليكاسيون هي أوسي تصرى بواسطة لايغان بوليميراز مي هاد لا ريبليكاسيون سي عندما الخلية تكون راح تنقسم الخليتين راح يصرى خوتي شغل كوم سي بون أنا ما على باليش المفردة بالعربية كيفاش نعيطو لها مي راح نشرحها لكم بطريقة مقاربة كوم سي راح يستنسخ الأدين نورمالمون سي جوست لو مو وإن شاء الله يكون صحيح الأدين يستنسخ من دار وجديد يعني يولي عندي دوز أدين واحد تديه الخلية البنت وواحد
يعني لي دو سيلول في يكون عندهم ADN ايدنتيك. يعني تو سامبلومون خاوتي يخي قلنا بلي هاد لو جين هو مقطع من الADN. دونك كي عاود يستنسخ الADN ويولي عندي زوج الADN، عندي زوج من نفس الADN، دونك لوجيكمون هذاك لو جين يولي كاين حتى في الADN الدوزيام. الوغ اي لي كابابل دو سو ريبرودوير بار ريبليكاسيون، يعني عاود يتشكل في الADN الدوزيام بار هاد الفينومين دو ريبليكاسيون اللي شرحته لكم دوكا. هاد لو جين توجور لا نحكيوا عليه خاوتي، اي لي كابابل اوسي دو ميوتي بار ميوتاسيون. Vous allez me dire, ok Amira, les termes, j'avais ce qu'on bon, qu'elle est ce qu'on je sais bien, mais je parle en général pour nous donner l'humour. Donc, c'est quoi la mutation, Khaouti? La mutation, c'est tout simplement modification rare, accidentale ou provoquée de l'information génétique. Donc, Khaouti, أحيانًا, المعلومة الوراثية تتمودفيا, يعني تتغير. بصح, هذاك التغير ولا تصرا فيها شغل طفره، فوالا لو تيرم اكزاكت، تصرا فيها هاد الطفره دي فوا تكون بروفوكي يعني بالعاني صرات، يعني مفتعله، فوالا مفتعله، لقيت الكلمه صح اليوم الحمد لله. دونك تكون مفتعله ولا دي فوا لا ماشي مفتعله، يعني يصرا فيه هاد لو جين يصرا فيه تغير، مش زعما نقولوا ماشي بالعاني، فوالا. الخاصيه الثالثه اللي تقدر تصرا له لهذا لو جين، يعني il peut être aussi échange entre deux chromosomes homologues par phénomène bien sûr de recombinaison. راح نشرح لكم هذا الشيء بصح بطريقه سريعه. alors c'est quoi d'abord la recombinaison génétique? alors la recombinaison génétique خاوتي c'est tout simplement un échange d'informations génétiques entre deux génomes، يعني يكونوا عندي دي جين ويتبادلوا في بيناتهم، ولا entre deux chromosomes tout simplement خاوتي هاد لو جين يقدر يصراولو دي موديفيكاسيون، يعني يقدر يتبدل تتبدل المعلومه اللي كان حاملها بينو بين نظير يشبه له. هذا هذه ملاحظه صغيره شدوها في راسكم فقط خاوتي. حبيت نهضر لكم على واحد الملاحظه صغيره، راكم تشوفوا هاد لي ديفينيسيون اللي راني نعطيهم لكم في هاد لا فيديو، لازم تحفظوهم وتكتبوهم معايا اوكي، باسكو هادوما شغل سي لا باز. دونك باغ اكزومبل نقول لكم جينوم، واحد يقرا جينيتيك وما على بالوش سي كوا زان جينوم، سي شويه غراف اوكي. يعني بور لي بروفيسور انا قلت لكم توجور لازم، يعني خاوتي لازم تتعلموا الكلمات المفتاحيه، لازم تتعلموا الكلمات العلميه، باسكو الله يبارك فو زاد دي بيولوجيست ولا ميم كاين اللي تبعونا اي سون دي ميدسان الله يبارك ولا دي فارماسيان اي تو، باسكو كاين دي موديول اون كومون. دونك خاوتي لازم يعني تكونوا قدها وقدود كيما يقولوا، الكلمات احفظوهم ويشفاو عليهم، ونيمبورت كل كلمه ماشي راح تخلعكم وراح تكونوا هكا كيما نقولوا الله يبارك افيك ان تري تري بون نيفو. Alors c'est quoi un génome? Un génome c'est un ensemble des gènes qui caractérisent une espèce. C'est tout simplement خاوتي مجموع الجينات. الجينات اللي يميزوا une espèce، يعني اللي يميزوا كائن معين. نعيط لهم جينوم. عندكم تاني جينوتيب. جينوتيب c'est l'ensemble de l'information génétique d'un organisme comporte l'organisme ou les gamètes. خاوتي c'est tout simplement un نمط الوراثي. جينوتيب سي مجموعة تاع لي جين، يعني تاع المعلومات الوراثية اللي محمولة في المعلومة الوراثية للإنسان. و كومون دير خاوتي النمط الوراثي ماشي دائما يكون ظاهر على الإنسان اوكي. باغ اكزومبل واحد يكونوا لي بارون تاعو بالك زيو بلو، وهو يكون بون زعما لا مير تاعو زيو بلو و لو بير تاعو لي زيو تاعو سون مارون. دونك هو باغ اكزومبل يخرج لو بير تاعو مي كابابل ولادو يكونوا دي زيو بلو كيما لا غرانمير تاعهم. دونك علاش؟ باسكو هو راه حامل هذيك المعلومه الوراثيه، راه حامل للصفه تاع لي زيو بلو، مي هو راهي صفه وراثيه اوكي. دونك لو جينوتيب سي النمط الوراثي، يعني يا اما يكون محمول يقدر يكون ظاهر في الشخص هذاك ويقدر يكون ماشي ظاهر. هذا ما كان عندنا ثاني فينوتيب. فينوتيب سي تو سامبلومون النمط الظاهري، ensemble de caractères apparents، يعني مجموعة الصفات الظاهرة على الفرد. allèle la définition تاع allèle، allèle c'est tout simplement خاوتي الاليل بالعربية، donc كتعرفوه. alors la définition تاعو elle est très simple، est l'une des de deux ou plusieurs formes alternatives qui peut prendre un gène. c'est tout simplement l'allèle خاوتي. je préfère نشرحه لكم خاوتي باش اللي ما يعرفوش ثاني يعرفوا. alors tout simplement خاوتي الالل ولا الاليل هو نسخه على لو جين اوكي، بصح نسخه نقولوا ماشي فوتوكوبي فوتوكوبي،
parce que علاه tout simplement الأليل pardon le gène يقدر يحصل على الأقل على نسختين ولا شكلان بديلان يعني tout simplement الأليل le gène pardon أباكم entre le gène ou l'allèle باش ما نتلفها لكمش دوك نكتب لكم في لو تابلو alors خاوتي le gène يقدر يكون عنده نسخه ولا زوج اوكي ويكون هذوك النسختين ولا النسخه فيهم اختلاف في موقع معين اختلاف بسيط هاد النسخات تاع لو جين نسميهم الاليل فوالا الو خاوتي ثاني عندنا زوج مفردات راح نشرحوهم لوموزيغوت اي ليتيروزيغوت دونك لوموزيغوت اي ليتيروزيغوت باردون نشرح لكم عموما يعني كوم ديفينيسيون واش عندنا لا ديفينيسيون تاعهم قال لك اون ابل هوموزيغوت ان انديفيدو بوسيد دو زاليل ايدنتيك sur les chromosomes homologues, on parle aussi de souche pure. Elle est la définition. Un hétérozygote, c'est un individu possède deux allèles différents sur les chromosomes homologues. Là, c'est autre chose. Alors, tout simplement, Khaoudi. Alors, on dit qu'on a les allèles identiques, on dit qu'on a les homozygotes. كي يكونوا ديفيرون نقولوا هيتيروزيغوت انا راح نشرح لكم بطريقه مغايره كيف نبداوكم دابا بسم الله alors tout simplement خاوتي في الاورغانيزم تاعنا شحال عندنا كروموزوم عندنا 23 كروموزوم ياك كل كروموزومين يكونوا مع بعض يكونوا يعني بير زوج ونعيط لهم بيولوجيكمون نقول لوكوس اوكي سي دو بير تفهمنا دونك لي بير هادوما واحد منهم كروموزوم واحد تاع جاي من الام راني دايره هاد الطفله اللي عندها كيكينات يعني واحد نكتسبوه من عند الام والثاني والزوج الثاني نكتسبوه من عند الاب الو خاودي كي نزيدو ندخلو شويه في هادوما لي كروموزوم واش راح نلقاو فيه دي جين اوكي لي جين اللي يحملوا صفه معينه الو خاودي الا كان لو جين هذاك تاع الام وتاع الاب كيف يعني نفس الصفه نقول على هذاك لو زيغوت نقول عليه هوموزيغوت اوكي شغل متجانس كي شغل حامل لنفس الصفه باغ كونتر الا كانوا لي دو جين هذوك مختلفين دونك نقول عليه هيتيروزيغوت بكل بساطه عندكم زوج كلمات ثاني راح تلاقاو بهم بزاف سي ريسيسيف اي دومينون تو سامبلومون خاوتي ريسيسيف سا فو دير متنحي ودومينون سا فو دير سائد خاوتي درت خطا صغير شفوي دوك شويه وراح نصحو توت سويت الوغ لوكوس انا قلت لكم سي زوج نو جو فولي دير سي لا بوزيسيون كوكوب ان جين سور لو كروموزوم يعني هو الموقع تاع لو جين هذاك في الكروموزوم الو خاوتي هكا لحقنا لا فان تاع لا فيديو جيسبر كو عجبتكم ما تنساونيش من صالح الدعاء تاعكم راني نتسنى توجور في الادعيه تاعكم ليا ولختي ربي يرحمها والوالديه الو خاوتي ان شاء الله ربي يوفقكم ويفرحكم جاتون فو كومونتير باش تقولوا لي رايكم في لا فيديو هذه اي بون جورني